تسلا. اذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، وحنا الان كنتواجدوا هنا في منطقه البرنوسي. كيف كتشوفوا معنا السي محمد اللي غيقربنا من فطور ولاد الشعب. يعني هذه المنطقه منطقه حي الصناعي، يعني كيكونوا فيها العمال، الناس اللي كيكونوا جايين العمل ديالهم مازال ما فطروش، كيجيو عند السي محمد كيصايب لهم خبيزه فيها فرماج او كاشير اولا البيتيبان. كيف كتشوفوا معنا يعني بيتيبان ديال الصباح طيب، حتى الخبز ديال الصباح ياك الخبز معجون جاي ناضي. الله يحفظك. كيف كتشوفوا معنا خبيزات يعني معجونين هذا الصباح، البيتيبان هو ديال هذا الصباح، كاين الفرماج. السي محمد كيدير غير الفطور، ما كيديرش الغداء؟ كندير الساندويتشات. يعني السي محمد رنادي كيدير الفطور والغداء وحتى العشاء الا بغيتو. مرحبا بكم. كيف كتشوفوا معنا خاص الفلوس. ايوا فيما دارت الوقت دور معاه. الحمد لله الحمد لله. دابا انت فايق مع شي 6 الصباح هكا ولا 5 الصباح؟ تبارك الله تبارك الله. كيف كتشوفوا معنا يعني الطون ديال الغداء، الخبز مازال ما كيجيش دابا، حتى لديك الوقيته ديال 12 عاد كيبدا يجي الخبز. كيف كتشوفوا معنا الشكلاط حتى من سالينا، راه ما بقاش ساليتي صافي احلي الله فايقين. نقربكم من السي محمد اللي غيقربنا شويه من هذه الفكره، يعني هذا المشروع البسيط. اولا السلام عليكم ومرحبا بك على قناه شوف تي في. عرفنا براسك بعد اولا باش تعرف. السلام عليكم، انا احمد من وجده، من وجده و الحرب الحمد لله. الله يبارك فيك، الله يحفظك، الحمد لله كنترزقوا الله، اللهم لك الحمد، البركة كاين. البركة الحمد لله كاين. الحمد لله والشكر لله، البركة حالة. الناس اللي كيقول ما كايناش خدمة في البلاد. لا لا كاين ما يدير، ذاك اللي كيقول لك ما كاينش ما يدير، راه هو ما فيه ما يدير، هو فاني فاشل. والحمد لله راه كل شيء كاين، كل شيء بخير، خصنا ما يتحرك يجيب يجيب الله. بزاف ديال الدومينات الإنسان ممكن يبيع ويشريها ب 100 درهم 200 درهم. قريتي ودرتي دومين وما جابش الله. بالزمن كاش غادي دير؟ خاصك تحرك ترزق الله يجيب يجيب الله، اش غادي تبقى جالس وكتغوت؟ اللهم تحرك بعدا تجيب ما تاكل ويفرج لها بحاجه اخرى. الوقت كتطور مع النهارات، ما غاديش تطورها مع غادي تجي انت في نهار غاتريقل كل شيء مع مرات تريقل. الانسان الحمد لله عايش بخير، الحمد لله مستورين. كنشوفوا الفرماج، كنشوفوا التيبان، قربنا شويه من هذه الفكره هذه ديال المشروعات. مشروع هو بدينا بكروسة. هو الفكرة أنا كنبيع سندويتشات في البحر، كنبيع في أي حاجة، المهم أنا التجارة التجارة بغيت دير التجارة خاصك تكون تحبها. واحد الحاجة إلا ما كنتيش تبغيها ما ديرهاش. أي دومين أي دومين إلا ما كنتيش كتبغيها بعاد منه، حيت غادي تخسر فيه. اللهم خاصك خاصك كتبغيه باش كتعطيه يعطيه. الشباب اللي ما بغيش يتحرك خصو يتحرك بالزمنه. كيما يدير راني فكره بسيطه الحمد لله جايب لها. والله يجعل البركه الحمد لله والشغل. الانسان خصو يتحرك بالزمنه، خصو يتحرك، الا ما تحركش ما كاين والو. يعني الا بغيتي تبغيتيها وانت ناعس ما كاينهاش. وفي اي دوله قاعد تمشي لامريكا انا مانيش عطيك فلوس وانت ناعس، سير في اي دوله في العالم. الا انت شتي شي منتوج غتستافد، ما شتي والو ما غتستافد والو. يعني الا خدمت راك غتستافد، ما خدمتش ما غتستافدش. بغي نايا خمسة خمسة الخمسة الخمسة للعرب ديما كنوض نتاكلو على سيدي ربي، نتوضا ونصليو وبسم الله وربي كيجيب الرزق. كتلقى الخبز سخين في الصباح كتلقى طايب. انايا انا كنبيع ونشري. لا زعما طايب كتقاس واه لا موجود، كل شيء موجود الحمد لله. وراه يوجدوا لك الخبز مع جوج ديال الليل كاين. الفلوس. اش داير الفلوس؟ غير تكل على الله الناس تعاونك، راك تعاون الناس. يعني بنادم ييسر ما كيزيرك لا مول المخبازه، ما كيزيرك لا مول السلعه لا مول والو، خصك تكون غير معقول. والبيع والشراء خصك تكون معقول، لو ما كنتيش معقول ابعد منك. يعني الا بغيتي غتبغي غير تاكل هدف رزقه وتاكل هدف رزقه، غاتفرش غاتضرب شهر شهرين غاتحبس. خصك تكون معقول والصدق وربي كيوفق.
تبارك الله عليك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك.